نور ستارز تصدم الجميع، وعودة مفلوك إلى السوشيال ميديا، وأغنية جديدة لأسامة مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا كان من نصيب اليوتيوبر نور ستارز، حيث فاجأت نور مؤخرا المتابعين بفيديو استثنائي في قناتها، حيث قررت نور بعد سرقة منزلهم مؤخرا بأمريكا، ومما أدى أيضا إلى سرقة مجوهرة والدتها، أن تقوم بتعويضها، وذلك بشراء لها منزل. وقامت نور بمشاركة المتابعين بكل تفاصيل حول هذا الموضوع، وكان الفيديو عبارة عن كتلة من الأحاسيس. أعطوني رأيكم بهذا الخبر. أما فراشة اليوتيوب سان إسماعيل التي ما زالت تحتل أرقاما قياسية منذ دخولها لعالم اليوتيوب، فمؤخرا بيسان وصلت إلى 500 مليون مشاهدة على قناتها، وبذلك أثبتت بيسان عن قدرتها في أن تحتل جميع قلوب المتابعين. ولا ننسى أيضا أنس الشايب الذي وصل إلى 3 مليون مشترك على قناته في اليوتيوب، والكل ينتظر بشغف نزول أغنيته خف علينا. أعطوني رأيكم بهذا الخبر. وأما عن آخر أخبار اليوتيوبر موفلوكس، فبعد حضوره لحفلة أنس الشايب، موفلوكس منذ ذلك الوقت غاب عن السوشيال ميديا. وبعد الضجة الأخيرة لستوري غيت مروان ونارين، الكل بدأ يتساءل حول وضعية موفلوكس، لكن مو فضل أن لا يرد. ومؤخرا شهدنا ظهور مو من خلال ستوريات قام بنشرها اليوتيوبر أحمد النشيط. أما عن آخر نشاطات موفلوكس، فمو مؤخرا قام بمقابلة هو أيضا مع تريندينج، والكل متحمس لمعرفة جديد موفلوكس، وهل هناك مفاجآت جديدة أم لا، خصوصا بعد تصريحات اليوتيوبر دايلر الأخير في حفلة أنس الشايب، حيث صرح دايلر عن وجود أغنية جديدة مع موفلوك. وأيضا موفلوكس اختار اليوتيوبر كارولين ليقوم بالتصوير معها فيديوهاته القادمة. أعطوني رأيكم بهذا الخبر. أما عن آخر أخبار ملك الدبكة أسامة مروى، فأسامة سيقوم وأخيرا بتسجيل أغنية جديدة ليتحفنا بصوته الجميل. فبعد أغنيته صدفة نتلاء مع غيت مروان، الكل طالب أسامة بأغنية ثانية لأن صوت أسامة غلب على صوت أصالة مالح. ومؤخرا نشر أسامة مروى ستوري أعلن من خلاله عن مرضه، ونتمنى الشفاء العاجل لأسامة مروى. المرضان يرفع إيده. وأما عن آخر أخبار اليوتيوبر وليد مقداد، فبعد إطلاقه لفيلمه أترش بالدبة الذي لقي تجاوب كبير مع المتابعين، فوليد قرر أن يسافر، وكانت وجهته التالية هي بودروم. أعطوني رأيكم بهذا الخبر بالتعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل جديد. نشوفكم بالفيديو الجاي.